واحد بيقول هل يمكن القول ان اللاهوت حل في بطن العذراء؟ ايوه، يعني قلنا الحلول الاقنومي لا يوجد بالنسبة لأي إنسان ما عدا العذراء، لأن كان لابد أن روح الله يحل أخنوميا لكي يصنع في بطنها جسدا بغير ذرع بشر، وده عمل لاهوتي. وكيف احتملت؟ ما احنا بنقول بقى في حكاية العليقة والحجد، احتملت بقوة إلهية طبعا، يعني اللاهوت الذي حل فيها لتكوين جسد الابن اعطاها قوة، ولذلك قيل قوة العلي تظللك، بهذه القوة التي ظللتها استطعت ان تحتمل. الحلول كان حلول بالنسبة للعذراء.